دلوقتي بقى نروح لمداخله مهمه جدا. العائد بقوه نجم من نجوم النادي الاهلي عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كره اليد بالنادي الاهلي، اللي عاد بشكل مختلف تماما، عاد زي ما كان كان ما كانش في حاجه. هو من نجوم النادي الاهلي، مباراه الجزيره اللي فاتت على طول تالق بشده، يعني كان من نجوم المباراه، هو دايما محافظ على عرين النادي الاهلي. عبد الرحمن حميد، اهلا بيك في 7 دي سبورت. اهلا بيك ومتشكر على المقدمه الجميله دي، ويعني شكرا جدا على الكلام ده طبعا. لا تستحق اكتر من كده بكتير. يعني إيه، انت عودتك ما شاء الله، يعني عوده مميزه ضد فريق كبير، فريق الجزيره، ما شاء الله حسينا ان مفيش حاجه، رغم ان انت يعني كنت مصاب اصابه مش سهله، لكن ما شاء الله ولا كان في حاجه، راجع برده ما شاء الله، يعني مش عايز احسدك، اسد في المباراه ما شاء الله عليك. يعني والله الحمد لله، يعني زي ما انت قلت كانت اصابه مش سهله خالص، بقالي 9 شهور يعتبر ما لعبتش، بس بحمد ربنا طبعا. انا برده في التأهيل اجتهدت قوي وحاولت ان انا ان شاء الله لما انزل ما بقاش خايف من حاجه او ما بقاش في دماغي الاصابه، والعب زي ما كنت بلعب قبل كده، والحمد لله يعني حاسس ان انا الحمد لله كويس، ويعني بتمنى كده ان شاء الله ان انا يعني افضل في فورمه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دايما اللعيب اللي بيبقى راجع من اصابه ده بيبقوا واحده واحده عليه، يدوا له الاول ماتشات صغيره، انت ما شاء الله راجع من اصابه قدام نادي الجزيره، كان احساسك ايه وانت راجع من اصابه كبيره في اول مباراه قويه؟ تم تجهيزك بقى نفسيا ازاي للمباراه دي؟ طبعا الجهاز الطبي كان واضح ان على اكمل وجه تم علاجك، قول لي تفاصيل تجهيزك لمباراه الجزيره كانت عامله ازاي؟ هو الصراحه الجهاز الفني كله، يعني من اول ديفيد لحد الدكتور عمرو يوري، هم يعني كلهم مهتمين بيا، كلهم بيدوني الثقه ان هو يلعبني ماتش جزيره، كانوا لسه كسبانين البنك الاهلي وهم رابع الدوري، فيعتبر ماتش جامد، يعني مش ماتش ضعيف. فلا انا الحمد لله، يعني انا شايف ان الجهاز الفني بيثق فيا، ودي حاجه بتريحني وحاجه بتديني دافع ان انا برضو ان انا الحمد لله يعني العب كويس. طيب انتوا داخلين على منافسه صعبه جدا في الدوري الفتره اللي جايه، عندكم ماتشات كتير ورا بعض وقريبه من بعض جدا، كلها مع فرق كبيره، استعداداتكم للمباراه دي ازاي ان شاء الله؟ احنا عندنا بكره ان شاء الله ماتش مع سموحه، في ماتش في الدوري، فرقه كويسه، عندنا يوم الثلاثاء الجيش ويوم الجمعه الزمالك ان شاء الله. لا احنا بنلعب ماتشات كتير قوي في فترات قصيره، ودي حاجه، بص دي حاجه كويسه وفي نفس الوقت حاجه مش كويسه، ان احنا نبدا على طول بنلعب ماتشات، بس طبعا بيبقى حمل ذهني وجسدي يعني جامد ان احنا نلعب 3 ماتشات في الاسبوع، ولكن بنتمنى ان شاء الله. احنا الحمد لله ماشيين كويس، كان حصل لنا اخفاق في اول الموسم، خرجنا من الكاس، بس الحمد لله خدنا دوري ابطال افريقيا وخدنا السوبر المصري، وبرضه بنتمنى ان احنا ان شاء الله ناخد الدوري، لان هو الدوري انت عارف اكيد اهم بطوله في الموسم، هو البطوله اللي بتفضل تنافس فيها من اول الموسم لاخره، واحنا الحمد لله برضه اكتر فريق واخد الدوري في تاريخ كره اليد، وعايزين نحافظ على لقب السنه اللي فاتت ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق. طيب شفت ازاي بقى حب الجماهير الكبير؟ احنا شفنا السوشيال ميديا، الناس كلها يعني كأن الناس كانت مستنية عودتك، الناس كلها فرحانة برجوعك جدا، شفت ده ازاي من جمهور النادي الاهلي؟ لا انا اقول لك حاجة بقى، انا جمهور النادي الاهلي ده بالنسبة لي بجد والله ما كلام، انا بقالي بالظبط 20 سنة جوه النادي، يعني انا تقريبا شبه اتولدت في النادي، انا بلعب في النادي من وانا عندي 5 سنين، لا انا الجمهور ده بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، يمكن هو السبب الاول في ان انا اتحمل ال9 شهور اللي فاتوا، لان هم كانوا حاجة صعبة جدا، بس كنت بشوف حب الناس ومساندة الناس ليا اول ما اتصبت وقبل الاصابة وبعد الاصابة، وحسيت ان انا الناس فاكراني ان انا ما اتنسيتش، دي كانت وان الناس مستنياني، دي كانت اكتر حاجة بتديني دافع ان انا يعني ااهل كويس، وان انا افضل متحمس ان انا ارجع علشان الناس دي والله. فجمهور النادي الاهلي ده بالنسبه لي يعني حاجه ما حصلتش بصراحه، يعني الحمد لله على السلامه. عايز رساله منك بقى للعيبتك وزمايلك للفتره اللي جايه، انتوا داخلين على مرحله صعبه، عندكم اكتر من بطوله هتنافسوا فيها، عايز اعرف مستر ديفيز بيتكلم معاكم ازاي الفتره دي، وكمان انت كلامك مع الفرقه بيبقى عامل ازاي، استعداداتكم للفتره اللي جايه دي هتحمسوا بعض ازاي، رسالتك للفرقه كلها بشكل عام؟
بص، احنا زي ما قلت لك، احنا الحمد لله احنا لعبنا لحد دلوقتي 3 بطولات، كسبنا 2 الموسم اللي فات، قدرنا ان احنا ناخد 3 بطولات. فاحنا هدفنا ان احنا اي بطولة هنلعبها ان احنا ناخدها السنة دي. فاضل لنا الدوري والسوبر الافريقي وكأس الكؤوس وبطولة اللي هي البطولة الجديدة اللي لسه أول سنة تتعمل، البطولة اللي هي بطل أفريقيا وبطل آسيا وبطل البطولة الجلوبال انتر كونتيننتال. أيوه، فإحنا بنتمنى إن إحنا إن شاء الله نقدر ناخد الـ4 بطولات ونعمل يعني موسم خماسية كده إن شاء الله. ويعني إحنا كلامنا كله إن إحنا الموسم طويل، محتاجين نوزع المجهود على مدار الموسم، نفضل مركزين، ما يعني ما يحصلناش دروب في وقت مهم في الموسم، لان احنا حصل لنا دروب في ماتش البنك الاهلي في الكاس، وده كلفنا ان احنا نخسر بطوله الكاس ونخرج من دور 16. فاحنا يعني رسالتي للجمهور ان احنا مش هنقصر في حاجه، وان الفريق انا شايف وجهه نظري ان الفريق ماشي على خطه كويسه جدا بقاله 2 سنين. وبوعد الجمهور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان محدش هيقصر، وان احنا ان شاء الله ناخد كل البطولات السنه. يعني مكالمة بصراحة فرحتنا جدا وأسعدنا وجودك معانا في 7 دي سبورت، وأسعدنا عودتك بالسلامة إن شاء الله، يعني تكمل على كده وتفضل نجم فريق النادي الأهلي وتألقك يفضل دايم. عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي وأحد نجوم مصر في النادي الأهلي، حقيقة يعني فريق الهاندبول عليه فعلا ضغط كبير جدا زي فريق الكورة وأكتر كمان. مستر ديفيس كمان مدرب من المدربين اللي بيهتم بكل التفاصيل، فبنتمنى لهم التوفيق في المرحلة اللي جاية إن شاء الله يمثلوا النادي الأهلي أحسن تمثيل.